بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الرسالة حنتكلم عن النظام العالمي للاتصالات المتنقلة واللي بيتم اختصاره ب GSM. ال GSM اختصار ل Global System for Mobile، وهو النظام العالمي للاتصالات المتنقلة ويطلق عليه أيضا سولار. النظام العالمي للاتصالات المتنقلة وهي الشبكة اللاسلكية الخاصة بشركات الاتصالات والتي يتم استخدامها في عملية إجراء الاتصالات فيما بين التليفونات النقالة اللي هي الجوالات أو الموبايل. وهذه الشبكة تعتبر تطوير لشبكة التليفونات الأرضية والمتحركة ويطلق عليها الجيل الثاني، حيث يوجد الجيل صفر وهو الخاص بالتليفونات الأرضية الثابتة، الجيل الأول وهو التليفونات المتحركة سواء بنطاق معين وصغير نسبيا، وهي التي يتم استخدامها في المنازل بحيث لو خرجت من الحي فالتليفون عندها سوف لن يعمل لأنه خرج عن التغطية، أو الهاتف الثابت في داخل السيارة المتحركة والتي يعتمد في الحصول على التغطية على القمر الصناعي. بعد ذلك جاء الجيل الثاني والذي أطلق عليه اسم GSM، والذي بدأت عملية التخطيط له وعملت دراسات عليه عام 1982، وتم تطبيقه لأول مرة عام 1991 في فنلندا من خلال شركة أريكسون للاتصالات، وتم تطويرها إلى أجيال متطورة وجديدة. تقريبا كل 10 سنوات بيتم تطويرها إلى جيل جديد، فأصبح لدينا من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث ومنه حاليا إلى الجيل الرابع في 2015، بحيث في كل جيل بيتم زيادة معدل نقل البيانات، تنوع البيانات التي يتم نقلها مثل الصوت، الفاكس، الاس ام اس، الفيديو، الانترنت، كذلك زيادة نسبة الجودة وتقليل نسبة الأخطاء، تغطية أفضل. الجي اس ام مثلها مثل أي شبكة نقل البيانات تتكون من 3 عناصر أساسية، وهي الجهة المرسلة للبيانات اللي هي السورس، والجهة المستقبلة للبيانات اللي هي الديستنيشن، وفي المنتصف يربط فيما بينهما الوسط الفيزيائي الفيزيكال ميديا، والتي هنا راح تكون الشبكة اللاسلكية. أما السورس راح يكون جهاز جوال والديستنيشن راح يكون جهاز جوال، وبيتم ربطهما مع بعضهما البعض وإمكانية نقل الصوت اللي يتمثل البيانات فيما بينهما من خلال شبكة الاتصالات الجي اس ام. إذن شبكة الجي اس ام هي شبكة شركة الاتصالات، أشهر يعني ممكن نشوفها في الشوارع من خلال الأبراج الخاصة بشركات الاتصالات. هذه الأبراج بتقدم لنا تغطية لكي نتمكن من إجراء المكالمات. طبعا في حال عدم وجود هذه الأبراج مثلا في منطقة معينة، فعندها الأبراج هذه طبعا وقتها ما راح نكون قادرين على إجراء الاتصالات لأنه ما راح يكون في تغطية. وأحيانا إذا كان مثلا عندنا في أماكن مزدحمة والأبراج فيها قليلة فتكون التغطية ضعيفة. وزي ما ذكرنا عندنا الجيل الرابع حاليا صار أيضا يستخدم في الانترنت، في يعني أصبح من الإمكان استخدام شبكة الاتصالات في عدد من الأمور زي ما ذكرنا الفاكس، النقل، تصفح البيانات الخاصة بالانترنت وخلافه. عالم شبكة الاتصالات الجي اس ام عالم واسع جدا، وعلشان تصبح مهندس يعني عشان تفهم الجي اس ام لازم تكون مهندس اتصالات او فني اتصالات. طبعا عشان تدرس شبكة الاتصالات لابد لك انك تدخل يا اما الجامعة وتدخل بكالوريوس اتصالات. طبعا يوجد بكالوريوس اتصالات، وبعد كذا اذا حبيت تتوسع في الماجستير اتصالات، وبعد كذا تحضر رسالة الدكتوراه في موضوع من مواضيع الاتصالات. في كذلك الدبلوم الخاص بالاتصالات اللي يأهلك انك تصبح فني اتصالات. في دورات تتكلم عن الجي اس ام، بس في النهاية هي دورات تعرفك على موضوع الجي اس ام، بس ما بتخلي منك فني حقيقي او مهندس بشكل حقيقي، لان عالم الاتصالات عالم جدا واسع ويحتاج انك يا اما زي ما قلنا دبلوم او يعني زي ما نقول سنوات
يا إما 2 أو 4 حتى تكون فعلا مهندس اتصالات، وتستطيع أنك تفهم عملية نقل البيانات كيف بتتم، إيش الأدوات سواء الهاردوير أو السوفتوير المستخدمة في شبكة شركات الاتصالات. كل شركة اتصالات بتملك الجي اس ام الخاص فيها، بحيث من خلالها بتقدم التغطية لعملائها. وإن كان حاليا أصبح هناك تعاون فيما بين شركات الاتصالات، بحيث مثلا أن الأبراج تصبح مشتركة، وطبعا هذا يساعد في انتشار أفضل، تغطية أفضل، وخدمة أفضل للعملاء. طبعا في مقابل الخدمة اللي بتقدمها لشركة الاتصالات والتغطية، هي بتحصل على أموال من خلال العملاء، سواء إذا كانوا بيستخدموا شبكتها في تصفح الإنترنت أو في إجراء المكالمات الصوتية من أجهزة الجوال. هي بتحصل على حسب الاستهلاك الخاص فيهم. هذه الأموال بتعود إليها كأرباح، كرواتب للموظفين، وكزيادة في إنشاء البنية التحتية الخاصة بالجي اس ام في داخل الدولة. طبعا إنشاء شبكة جي اس ام بيحتاج إلى أولا إلى شركة اتصالات، وشركة الاتصالات هذه لابد أن يتم أو تحصل على تصريح من الدولة وموافقة منها لكي تزاول عملها في داخل الدولة الواحدة. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة، أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح، مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.